للأسف خمسة سنوات قاعد مترقب المناطق الداخلية، المعطلين اللي زاد عددهم 100,000 منقطع، أكثر 100,000 منقطع على الدراسة اللي قاعدين يخرجوا، ملف الهجرة ومفقودين، ملف الشباب اللي ولا شون فضراب في الحياة الشعبية للالتحاق بسوريا والالتحاق بواقع الصراع والالتحاق بالسلفية الجهادية. الحكومة هذه ديناميك هذه اللي في المناطق الداخلية وفي الحزام الفقر وفي الأحزمة على الفقر وكذا هي خارج الطرح، ما عندهاش بقى علاقة. اليوم المجتمع التونسي فيه تحركات اجتماعية في جهات عديدة، المطالب معروفة وتكاد تتشابه في عديد الجهات، التشغيل، التنمية الجهوية، الحقوق البيئية، التعبير الحر أحيانا عن الحقوق بصفة عامة. كل هذه التحركات يبدو أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها تحركات معزولة وتراهن على إجهادها وعلى إرهاق أصحابها. حبينا نقول اليوم لأولا هذه المطالب راهي مطالب مش فقط مشروعة ولا مزمنة، وأن هذا الصوت هو صوت حق ولابد أن يسمع بقوة. المجتمع المدني اليوم واجبه ودوره ووظيفته الطبيعية أن يكون إلى جانب هذه التحركات. نحن كمجتمع مدني المهم بالنسبة لنا هو أنه الفضاء تاع التعبير السلمي عن الآراء والفضاء المتاح للحراك الاجتماعي يبقى محلول، خاطر شفنا أنه في عديد الأحيان كانت هناك معناتها ردة الفعل تاع الحكومة وتاع يعني الدولة كانت في القمع وفي التضييق على الفضاء هذا. دونك الدور بتاعنا هو أن الفضاء هذا يبقى معناتها محمي، ما يكونش فما يعني اعتداءات على المتظاهرين السلميين. بطبيعة ديما نعاودوا نأكدوا اللي معناتها نحن ندافعوا على الحق في الاحتجاج السلمي، والدور بتاعنا يعني أنه نكملوا نضغطوا على الحكومة، ما عندناش معناتها أي طريقة أخرى غير الأصوات بتاعنا وغير معناتها البيانات بتاعنا يعني محاولة أنه نقوموا بحوار معناتها جدي مع الحكومة في المسألة. هنا ما حاشناش بصراع، نحب نبينوا ان الشباب ما عاش مستهلك ولا منتج، حاجته بحل يعني حاجته بتشاركية على ارض الواقع، يعني طاوله وتجلس الدوله والمواطنين اللي هم اصحاب المشكل ويتناقشوا في الحلول، لانه صاحب المشكل يعرف المشكل نتاعو بجميع حيثياته والدوله عندها السلطه تنجم تلقى الحل. هذا اللي نحبوا نوصلوا به ان شاء الله. الجمعيات والمنظمات والحركه نتاع اليوم اللي هي التنسيقيه اللي باش تحاول توصل للحركات البر الامين ان شاء الله تكون في المستقبل يعني عندها نتيجه. الحاجه الوحيده نحب نفهم علاش الدوله كي تجي قضايا اجتماعيه المناطق معينه تولي ما عندهاش حلول وتولي صمم بكم لا يفقهون، هذا نحبوا نفهموه، ماذا بينا كان الدولة تفهمنا علاش. هذا دليل على أنه معناتها السياسة الحكومية لم تستوعب الدرس التاريخي للثورة التونسية. الثورة التونسية بينت أنه الحل الأمني غير مجدي وفاشل ويزيد يعقد الأوضاع ويزيد يصعد درجة الاحتقان والغضب وربما يؤدي إلى مآزق يصعب حلها، بينما كناش نحلوها في وضعية أكثر أقل تعقيد وأكثر سهولة. الحل الأمني يعكس في تقديري سياسة هروب إلى الأمام واعتقاد بأن إخماد صوت الحق يمكن أن يلغي الحق. لا، الحق يعبر عن نفسه بأشكال عديدة بأشكال مختلفة.